احتفق يخصفان عليهما من ورق الجنة. أنا بقف عنه. احتفق ده فعل شروع عشان تطمن. يعني شرع بدأوا يعني. يخصفان بقى ده كلام جميل جدا. ايه هو الخصف ده؟ ده عارف يقول لك بيرقع. عارف الرقعة؟ السوب لما يتقطع خد بالك كده مثلا قطع كده عشان اجيب له رقعة. الرقعة لازم تبقى ايه؟ اكبر من الايه؟ من الثقب عشان اعرف. لا عشان اغطيه. بالظبط. يعني لو جبت له حاجة اصغر يدنه مقطوع. واضحة دي؟ هنا بقى حكمة المعصية والتوبة. لازم التوبة تشمل المعصية. لأن كلمة يخصفاني عليهما من ورق الجنة لازم ينقي ورقة إيه؟ أكبر من العورة. أو يحط ورقتين. لازم العورة تتغطى. ولذلك في مثل يقول لك إيه؟ اتسع الرقع على الراقع. معناها ان خلاص القضية دي يعني مش هينفع بقى، مش هيعرف يصلحها. كتر القطع والخسائر اكبر من هذا. مش هيعرف يخصفها. مش هيعرف يغطيها. عشان كده خلي من ضمن ان التوبة تغطي المعصية انك تتوب بسرعة، وانك تتوب توبة نصوح، وانك بجد تعمل حاجات تبين ان التوبة دي بصدق. سماها الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل التوبة الايه؟ النصوح. ايه التوبة النصوح يا علاء؟ اللي ما فيهاش شوائب. ايه شوائب دي؟ اصل كلمة نصوح جات من كلام العرب زمان، نصح العسل. فهو عسل بدون غش، لا في سكر على مية ولا في شوائب. يقول لك نصح العسل، يبقى ده عسل مية مية. فهم ازاي؟ اتخذت منها التوبة الصادقة وتسمت التوبة الايه؟ النصوح. اللي هي وانت بتتوبها عاقد العزم لا ترجع للمعصية دي ولا لغيرها. تمام. احنا كده وقتنا خلص، واحنا بسرعة كده ايه خدنا جزء من المشهد. لكن تعالوا نتفق ان احنا ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن معنى قد يبدو فيه بعض الفلسفة معنى فلسفي شوية. والفلسفة على فكرة حاجة مش وحشة زي الناس ما بتظن. لو حد بيكون بيتكلم او له حجة كده وبيحاول يقنع الاخرين بيقول اخي انت هتتفلسف، كأنها شيء مذموم. بالعكس، الفلسفة هي وجهة نظر وهي رأي واجتهاد في أمر ما. المهم إن احنا نبقى فاهمين. طب إيه اللي احنا عايزين نتكلم فيه؟ قضية التقوى. نفرد الحلقة القادمة للمعنى الفلسفي لقضية التقوى، خصوصا إن في آخر هذه الآيات بعد ما ربنا بيعاتب آدم وبيعاتب حواء بعد ما وضح لهم عداوة إبليس، بيتكلم مش بقى لآدم وحواء. خدوا بالكم ان الحوار يعني انتقل لينا احنا للذرية. يا بني آدم. وده علاء ملمح مهم لازم نفهمه، لازم نتدبره. ايه اللي نقل الحوار؟ ايه اللي نقل الحوار من آدم وحواء بقى لينا احنا؟ ان ده بقى ليك. لان لما انت عشت كذرية اوعى تعمل زي ابوك، مش كده؟ بالبلدي. تمام. يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. تمام. دي عايزة لوحدها واقفة. عايزين نشوف ايه هو لباس التقوى. الاول اتكلم عن اللباس العادي بمفهومه المجرد الواضح اللي بيواري السوءات ويداري والريش وما الى ذلك من الالبسة والحاجة اللي ممكن نسميها رداء. اما ايه هو بقى لباس التقوى وازاي نحصل الانسان عليه يكون مستتر بهذه التقوى وبهذه الحالة من التقوى، ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه ان شاء الله في اللقاء القادم.